منين؟ أنت ملكة فصل الدفاع. كما تجدر الإشارة إلى أن مستويات الإدماج في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية تقدر بنسب عالية في مختلف العلامات التجارية، وتعتمد على المواد المحلية في التصنيع، إلى أن هذه النسب تختلف من منتوج إلى آخر وحسب نسب الاستثمار كل شركة. فنسبة الإدماج في صناعة الغسالات وأجهزة التهوية يقارب 80%، والحمد لله اليوم حتى أصبح المحرك فيما يخص بتضافر كل الجهود، أصبح عندنا شراكة برازيلية في هذا المنتوج، ووصلنا إلى نسبة 100، نقدر نوصل إلى نسبة 100% عن قريب إن شاء الله بمحرك الغسالات، لأن معظم المدخلات فيه مصنوعة من المواد البلاستيكية، وتقدر نسبة الإدماج في صناعة المكيفات والشاشات بين 35 و40%، أما أجهزة الطبخ فتقدر بين 15 إلى 50%، وهي في ارتفاع مستمر. لقد سجلت مصالح السجل التجاري تسجيل 1347 شركة مقيدة في السجل التجاري تنشط في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المختلفة تحت رمز نشاط 105508، منها 1189 شخص معنوي و 158 شخص طبيعي. كما سجلت الصادرات الجزائرية من هذه المنتوجات ما يقارب قيمة 45 مليون دولار أمريكي سنة 2021 نحو 36 دولة، حيث ارتفعت بنسبة 125% مقارنة مع سنة 2020.